سوزان نجم الدين في موقف محرج بسبب إطلالتها في عزاء شقيق أحمد حلمي، والجمهور يعلق عند سهرة بعد العزاء: أنا بقول إنه الموت هو الحقيقة الوحيدة بالحياة، لازم نآمن فيها. تعرضت الممثلة السورية سوزان نجم الدين لموجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، الذين أشاروا إلى أن هذه الإطلالة لا تليق بمثل هذه المناسبة الحزينة. وفي التفاصيل، ظهرت سوزان خلال حضورها لتأدية واجب العزاء بشقيق الممثل أحمد حلمي بالجامب سوت من الجلد الأسود اللماع مع فتحات جانبية عند الأكتاف، ما عرضها للانتقاد من قبل المتابعين الذين اعتبروا أن ما ارتدته لا يليق بالمناسبة. وقد كتبت إحدى المتابعات: يمكن عندها سهرة بعد العزاء وما في وقت ترجع تبدل، عدوها هالمرة. وأضافت أخرى: معقولة ما فكرت إنه غير لائق وغير مناسب حتى الناس الموجودة يطالعون باستغراب؟ وتابعت متابعة أخرى: يا الله ترحمنا، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يبدو أن الموت لم يعد يكفي واعظاً. هذا وكان تصدر اسم الفنان المصري أحمد حلمي محركات البحث وترند بعد أن توفي شقيقه الأكبر إثر وعكة صحية مفاجئة. ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك قائلة: أخي خالد حلمي في ذمة الله، أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة. وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد حلمي عن صورة تجمعه بشقيقه الراحل لأول مرة على حسابه الرسمي عبر إنستغرام، وكتب حلمي في تعليقه على الصورة: أخويا الكبير خالد حلمي، شبه بعض جداً في النضارة، أحلى حاجة إنه يكون عندك أخ أكبر منك، بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان، يا سلام، يا ما خلاني أنزل أجيب عيش بداله، الكبير كبير برضو، حبيبي يا خلودة. طيب خلاص هستناكي. أوكي. هذا وكان عزاء خالد محمد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي قد أقيم في منطقة الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي، وشارك فيه عدد كبير من المشاهير المصريين والعرب الذين كانوا متواجدين في القاهرة.